لا بجد تحفة، المكان، الأكل، الأتموسفير، الميوزك، واو. مش ناقص غير الأمان. أمان؟ أيوة، يعني بما إن المكان بتاعك ممكن يعني عزومة زي دي توصل لغاية البيت، ولا المدام ما تعرفش المشاريع الخفية؟ مفيش مدام يا كرمة. مفيش مدام؟ قصدك تقول منفصلين؟ جميا احنا بينا ورقة رسمية وأي حاجة تخص زياد، غير كده مفيش، هي فابريكا وأنا هنا. عشان كده بقى بعد ما القضية خلصت طلعت على أمريكا على طول. لا أنا سافرت عشان أودي زياد يكمل دراسته هناك، ما هو مش هيعرف يكمل هنا بعد اللي حصل له. بعد اللي حصل له ولا بعد اللي عمله؟ قصدك ايه؟ لا انا قصدي يعني انا مش عايز ادي فرصه للناس اللي هي بتحقد عليا ان هم يذبحوني في ابني. المره اللي فاتت لفقت له قضيه مش عارف ايه، المره اللي جايه الله وحده. ما تلفقتش يا جابر بيه. ما تلفقتش ازاي؟ مش معقول هتعمل معايا كده. يعني لو انت فاكر ان كارما اللي قاعده بتتعشى معاك دلوقتي هي كارما المجنونه بتاعت زمان، اكيد ما كنتش هتعمل معايا عقد وتأمن لي اللي شغلك كله. ولا حضرتك عايز تشتغل معايا عشان تخرجني وتبهرني؟ ابهرك ده ايه؟ ده انت اللي بتبهري. انا اصلا مشيت المستشار القديم وبكره هتاخد الكرسي بتاعه. طيب يبقى ما تستخفش بذكائي بقى. كارما مجنونه بتاعت زمان خلاص فاقت من كل التهيؤات ودخلت الدنيا الجديده اللي ما تعرفهاش. بص يا جابر بيه، زياد كان معاه حرز المخدرات في العربيه، وحضرتك بتعمل مشاريع تعلن عنها ومشاريع تانيه بتخفيها عشان مش سالكه وفيها كلام، وانا اشتغلت معاك عشان الفلوس والنجاح، النجاح اللي ملوش حدود. وانا اللي هقدر احميك من كل مشاكلك القانونيه حتى لو كنت زعيم عصابه مش رجل اعمال. واو، انا بجد مش مصدق. بس يعني انا ممكن اسال لو سمحتي، هو ايه سر التحول الخطير ده؟ يعني الضربه الاخيره يا جابر بيه، الضربه الاخيره من الداخليه فوقتني من كل الاوهام والتهيؤات. طبعا البركه فيك